الثاني بعد نهاية مدريد بالتعادل راح الدوري محمد رشفة ثانية رشفة جرأة رشفة السعادة والله أشوف أنا صراحة أشوف أكون وياك صريح أنا هدفي والله أنا كمدريد ترى باكر أسألك عن مدريد ما نبي ديتيلز لا 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 مو ديتيلز أنا شي 60 جيم حبيبي أنا الدوري أنا بالنسبة لي الدوري شبعان منه ودور الأبطال شبعان منه بس أبي هالموسم أنا أبي كأس الملك محمد هذا كلام اسمع من مشجع والله اسمع منك لا لا انا الحين مشجع والله خلني محلل وخليني شو اسمه انا لما اكون ويا مدريد ترى صدق انزع عباءة التحليل ايه؟ والبس عباءة المشجع عباءة المشجع اي حطها المشجع فانا اقول لك مدريد انا بالنسبه لي كمدريدي انا ابي كاس الملك وابي دوري الابطال ال15 انسحاب تكتيكي انسحاب تكتيكي شكرا لك مو قد التحدي مو قد التحدي ليش مو قد التحدي مو قد خلونا خمس نقاط بس خمس نقاط يا رجل مدريد انت ريال انت شلون انت عار على المدريديه انت شلون مدريدي وخمس نقاط خليك تقول خلاص الدوري انتهى عادل ريال مدريد يا حبيبي انت متبرر يلعب لاخر انت متبرر من فريقك ريال مدريد يلعب لاخر شهر ما تسولف لاخر جوله انت الحين نقول لك ليفربول يضيق لا يا حبيبي ليفربول والله عاد اتكلم ريال مدريد جد والله انا شبعان بطولات ريال مدريد انا شبعان ما له علاقه ريال مدريد يلعب على كل البطولات والله شبعان انا شوف ريال مدريد دوري شبعان انا ابي اسمع والله جد ابي دوري الابطال وابي كاس الملك كيفي هذا ما ابي دوري شوف انا ما ابي دوري هذا الكلام يقول اللي يشجع ليفربول اللي يشجع انتر ميلان ليش اللي يشجع ليش توتنهام اللي يشجع ارسنال مو اللي يشجع مدريد والله العظيم لا اللي يشجع مدريد هو النادي الاكبر هو النادي الاقوى هو النادي الاكثر لا بس هالموسم زين محمد انا تبي اتكلم يعني اتكلم بواقعيه وفن انا ما ابي اتدخل بينكم انتم توندو الحين علشان كذي الاثنين يقدرون يسمع انزل بس انا بقول لك شيء واحد مو دفاعا عن اللي قاعد يقوله عادل بس علشان احنا اليوم في هالتاريخ انا ايش قلت لك انا ازعل منك كمحلل اسمع منك هالكلام الفرق خمس نقاط وريال مدريد هذا الفريق العريق شوف انت تتكلم اليوم كمدريدي وعباءة مدريد اليوم سلمت صح ولا لا سلمت قدام كل المشاهدين اسمع مني يلا قول باكر مدريد خذ الدوري وينك راح تغيب لا ما غيب ليش شو راح تقول راح اقول مبروك مدريد اكيد بقول مبروك بس شلون راح تقولها كونك محلل اقولها بفخر والناس قاعد تسمع هذا قصدي لا محلل. لا لا فهمني انا كلامي واضح طبعا جمهور مدريد اكيد يبي البطوله ومدريد ما يدخل الا عشان بطوله بس انا اقول لك انا عن نفسي اتكلم انا رايي الشخصي وين التحدي اللي فيك مو قضيه تحدي قلت لك الحين لما اقول لك انا ابي كاس الملك متحدي لما اقول لك ابي دوري الابطال متحدي ما حد يقدر فيكم يقولها انت مو تشجع بايرن انت مسلم تقول باريس يفوز عليك وانت ليفربول تقول مدريد يفوز عليك لا ما اقول لا تقول ما اقول انت نقول لك انت ليفربول تقول فيك والله ما لا يا بعد والله ما والله انا قاعد اقول والله انت وينك بالبطولات ما اقول انت وينك اليوم برايتون فايز عليك اوكي وينك؟ ما 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 ليش مو زين هذا ما له علاقه تقول لي انا كمدريد انا اقول لك اقول لك شيء ادري بس هذا ما له علاقه لا خليني اقول لك رغم ان مدريد يمر يعني عراقيل كبيره ومدريد ترى يمر بامور كثيره بس محافظ على رتمه محافظ انه منافس تدري لو اي احد يمر على باي فريق بالعالم اي فريق هذا الحكي اللي اتكلم خلني اقول لك هذا فريق بالعالم اي فريق بالعالم يمر بظروف مدريد اقسم بالله اذا مو المركز السادس والسابع انا ما افهم شيء اي فريق بالعالم اي فريق شنو الظروف تقصد ظروف مدريد احلال تغيير لاعبين اصابات ظروف ترى مو شاري لا شو ما له علاقه تغير الموضوع شو ما له علاقه ايش على هالكلام عيل ما تبي الشامبيونز ليج شلون تبي الشامبيونز ليج وانت احلال وسياسه ولاعبين وظروف انت اللي قاعد تقول احنا قاعد نقول مدريد يلعب على كل البطولات وخمس نقاط بينه وبين برشلونه ما تنهي الدوري ما تنهي الدوري لا 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 افهم انا شنو قلت بدايه انا ما قلت اني سلمت الدوري انا قلت انا محمد ابي بطوله اتمنى بطوله كاس الملك واتمنى دوري الابطال الدوري بالنسبه لي عادي